مكان فوز النادي الأهلي على فريق طنطا بنتيجة 2-1 في الأسبوع رقم 30 من بطولة الدوري الممتاز، وبيواصل النادي الأهلي انتصاراته المتتالية في هذه البطولة. معايا في هذه اللحظات كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. كابتن سيد، ببارك لك طبعا فوز النهاردة رغم حسم النادي الأهلي بطولة الدوري، لكن أعتقد أن هو كان فوز مهم لأن في العديد من الأهداف بالنسبة للجهاز الفني خلال هذه المرحلة. يعني الحمد لله طبعا على المكسب، يمكن مباراة جاية بعد فترة راحة وفترة توقف، الحاجات اللي هي بتبقى بعد المسافة الطويلة من التوقف ولا حاجة بتبقى مباراة مش سهلة أبدا. نسبة التركيز بتقل شوية، الاهتمام بيقل شوية، الدوافع بتقل شوية، لكن الحمد لله 4 من يعني المكسب النهاردة كان مهم زي ما أنت ذكرت، وخصوصا أن أنت كمان الموسم بتاعك ما انتهاش، لسه عندك مباريات ومراحل مهمة، منها مثلا على سبيل المثال مباراة كأس مصر وكمان أفريقيا. يعني ازاي بيتم تجديد الدوافع يا كابتن سيد بعد ما حسبنا البطوله وبشكل يمكن اكثر من رائع عشان نحفز اللاعبين للفوز في بقيه المباريات ويكون عندهم دافع قوي للاداء بشكل جيد؟ التعامل بيبقى ازاي؟ بص، يمكن هو الاهلي دايما بيلعب على المكسب، ومهما كانت الاحتياج للمباريات او في ارتياحيه في المباريات، هو طالما انت بتعرف النادي بيبقى مطالب ان انت تكسب بشكل مستمر يعني، لكن الحمد لله رب العالمين طبعا على كل شيء. يمكن اللعيبه كلها عارفه ده كويس جدا، وحتى فكره ان انت اللعيبه بتتعور او اللعيبه بتبقى بعيده لاسباب جهاز فني بيعملها يعني، لكن الكل بيبقى عندنا نفس الثقه في امكانياته وقدراته، والحمد لله رب العالمين ده بيبقى على ارض الواقع يعني. أظهروا في حاجة مصاب؟ شوف خارج أظهروا أول ما حس إن في إجهاد في العضلة الخلفية، كابتن حسام فضل على طول إن هو يريح. بالنسبة لباقي اللاعبين المصابين، يعني مين أقرب لاعبي النادي الأهلي إن شاء الله من المصابين إن هم يعودوا الفترة الجاية بالنسبة للفريق؟ عندنا حسام معشور وعندنا وليد سليمان، إن شاء الله الرحمن بإذن الله يبقى لهم تواجد بإذن الله يعني الماتش الجاي إن شاء الله. علي معلول لسه شوية؟ علي معلول ممكن يكون الماتش الجاي صعب شوية. مباراة سموحة مباراة قادمة، شايف المباراة دي ازاي؟ فريق قوي فريق سموحة، في نفس الوقت النادي الأهلي طبعا يعني خلاص حسم بطولة الدوري زي ما احنا عرفنا، وأكيد مباراة هتبقى قوية برضه. أكيد يعني فرقة سموحة عندها قدرات كويسة وعندها عناصر كويسة جدا في فرقتها وعندها جهاز فني طبعا على مستوى عالي، خلينا نستعد ليه ونحضر المباراة بشكل كويس وإن شاء الله الرحمن نعمل نتيجة كويسة. الأهداف يا كابتن سيد المطلوبة من اللاعبين الفترة دي وبتحديد الأرقام القياسية، هل بتفكروا فيها؟ مركزين في الجزئية دي؟ يعني ده اي مرحله بيبقى لها اهداف، حاجات اساسيه بتحاول ان انت توصل لها بدري، وبعد كده بتخش على بعض الاهداف اللي انت بتحاول ان انت تحققها. بالتاكيد الارقام اللي انت ذكرتها بتبقى شغله التفكير والاذهان، لكن عندك اهداف اساسيه، الاهداف الاساسيه الحصول على بطوله الدوري الحمد لله اتحقق، الاهداف الاساسيه ان احنا نمشي في الدوري بشكل كويس بعد ما حسمنا البطوله، بتعامل مع المباراه ان انت عايز تكسب بشكل كبير، عندك كمان المرحله اللي احنا داخلين فيها زي ما ذكرت لك هي مباراة الكاس بتستعد له بشكل كويس، بتحضر له بشكل كويس، عندك الدخول في افريقيا عايزين نخش فيها من البداية بشكل كويس ان شاء الله الرحمن يا هنا.